إذا تريد أقدر أسحر لك كل زباين الفندق ويظلوا يجوا لعندك لحد ما يموتوا. يا سلام. وتسحر لك كل أصحابهم ومعارفهم وكل قرايبهم علشان تنشط السياحة في البلد. يعني السحر بتاعكو ده سحر خير عشان تنشيط السياحة؟ طبعاً سحر خير، أنا ما بعمل شي شر، كله خير، سحرنا خير، سحر أبيض. السحر بتاعكو لتنشيط السياحة. طيب أنا همشي استناكوا بقى في الأهرامات عشان محتاجة تنشيط، حصلوني بقى. فارس، فارس، اوعاك اوعاك تتجوزها. مش مزاجي، بسحركلي. أنا كنت رايح لها أسد، رجعت من عندها قطة وعايزة نونة. فارس، فارس صدقني، صدقني ده مش سحر. أيوة ده بالإيحاء، إيحاء. عارف ليه؟ عشان قالت لك إن هي سحرت لك. طب وأنا؟ بس بس أنا والتبس اللي خدته لأول مرة في حياتي عشان كان أول جروب أجنبي كبير وغني يديك تبس يا نتن. طب والترقية بتاعتي؟ شش. طب والترقية بتاعتي؟ اللي كانت بعد إعجاب زينة على طول. صدقني صدقني يا فارس حتى دي بالإيحاء. عارفين ليه؟ ليه؟ كابتن حماده في المطبخ فجأة وقع لأن الشيف ادالق منه شوية زيت، ما كانش فيه حد غير عدوي الجبان اللي يمسك مكانه. طب وزهدي بتاع الدرايف؟ صدقوني أكيد برضو الإيحاء. إيحاء إيه؟ ده من العصير اللي أيوه أيوه أنا افتكرت. أنت أيوه أنت هو هو اللي ادى زهدي العصير والعصير ده كان اكسباير. وعرفت منين؟ ها؟ تسألني انا السؤال ده؟ بجد تسألني انا؟ بس تسألني السؤال ده؟ بيسألني بس الله يحفظك انت بتسألني السؤال ده بس ازاي تسألني سؤال زي ده؟ هو أنا ببيع جبنة؟ زهدي زهدي كان عنده مغص وإسهال فظيع. وبعدين وبعدين أنا رحت العدوي قلت له عدوي أنت عملت كده في زهدي؟ اعترف لي بمنتهى السهولة. أنا قلت أديهوله يعني بدل ما أرميه، وبعدين هو أصلا جاي يحجز علينا. برافو عليك، يديله عصير كمان. بس أنا مضيتلها الشيكات بتاعت المهر والمؤخر. نعم؟ شش اللي تعبته ده؟ إزاي تعمل كده يا فارس؟ أنا كنت تحت تأثير السحر. أنا عايز أكل تونة. ليه؟ بحس إني عايز أخربش. نعم؟ فارس فارس اللي عندك دي أعراض قطة، وأنت عمرك ما كنت قطة. فارس فارس أنت أنت أسد. طب آكل إيه؟ تاكل لحمة. لا 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 أنا مش عايز لحمة، هات لي لبن. ميو. الشيكات معاك يا عمي؟ كل حاجة في جيبي، اطمني ما تشيلي هم. الحمد لله. الله الله برهان زينة مسير الحي يتلاقى. مين؟ حضرة الضابط حسن؟ ايه ده؟ وانت تعرفني؟ اكيد اعرفك يا بيك برهان. زينة بابا. ايه؟ يا ودت باشا اشحنه مع البوكس. أسمحك قبل ما أشحن على البوكس أجهز شنطة هدومي. أرجوك اتفضل معنا بدون أي شوشرة. جودة باشا اشحن. إيه ده؟ إيه يا باشا؟ أنت هتسيبهم يمشوا؟ طب والشيكات؟ عايز الشيكات؟ يبقى لازم في الاسم تبات. جودة باشا والله حرام أنا حفظت الاسم ده برغوت برغوت. أيوه الحمد لله الحمد لله ألف حمد وشكر ليك يا رب، ألف حمد وشكر ليك يا رب. الحمد لله الحمد لله ألف حمد وشكر ليك يا رب. الحمد لله ألف حمد وشكر ليك يا رب، ألف حمد وشكر ليك يا رب. بحق حبيبك المصطفى فارس اتجوز يا رب ويجيب لنا عيال صغيرة عينها خضرة كده وبيضة وقمر قمر. خلاصي إيه بقى موضوع الحمد الكتير ده؟ فرحني. وفي يا غلاب أنت هتشحت عليا؟ أنا بحمد ربنا على الشيكات اللي كانت هتاخدها زينة، معايا أهو قطعتها. يا نمس عشان كده عمال تقطعها عشان ما تقعش في إيد أي حد. يا ابني الإيه؟ بإيد جامد يا فارس. بقول لك أقطعها تاني ولا كده كويس؟ أقطعها تاني؟
انت لا في فعلا في حته شيك هنا ممكن اهي. ايوه هي دي بقى. قطع بقى قطع يا عم قطع. بتهزر ولا ايه؟ طبعا بهزر. يا فارس هو يعني مين بقى هياخد حته من شيك عشان يصرفه؟ بطل بقى انت هتجنني ولا ايه؟ خلاص يا عم طالما طلعت من متر زيك يبقى تمام انا كده في الامان. ولا تحب اولع فيهم؟ لا 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 اهو بص بص مفيش حاجه خلاص مفيش حاجه انسى 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 الموضوع روق كده وفرفش بس كده بقى زي الفل. مفيش شيكات يبقى مفيش سجن. لا الحمد لله مفيش شيكات لكن موضوع السجن انا معرفوش. انت ايه سددت الضرايب من ورايا ولا ايه؟ ايه كده يا جدي؟ انت جايب لي الراجل ده عشان يعاكن عليا؟ الله يرحمك يا قنديل بيه. عيني مخصوص عشان اجوزك. يلا يا عم مرزق. بص بقى مين دي؟ دي واحده من الغارمات هتدفع الدين اللي عليها 100,000 جنيه وتتجوزها على طول. ايه رايك يا عم؟ ودي بقى هتجوزها لما تطلع من السجن مش كده؟ لا 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 والله لا فعلا دي قاعده في السجن على ذمه قضيه تانيه. مخدرات مخدرات بس. الزهق اللي انا فيه ده استغفر الله العظيم يا رب. الواحد بقى مش عارف بقى الزباين مخاصمه جوه. خد سعيد خد سعيد. يا مستر فارس مالك في ايه؟ انت كنت فين؟ كنت بوصل زبون. ومالك طولت معاه كده ليه؟ بيتحايل عليا يديني تبس وانا مش راضي. انت هتتلمض؟ وايه الرسمه الغريبه اللي على اليونيفورم دي؟ انا مستلمه كده مش عجباني ارسم غيرها. انت بتتلكك لي بقى مستر فارس. مخصوم منك يومين. اما ترفدني احسن. طب مخصوم منك 18 شهر. والله بصراحه بقى انا زهقت وعايز امشي. الحق الزهد بتاع الضرايب اهو. اقعد اقعد يا سعيد بيه. اقعد اقعد بيه دلوقتي بيه. اقعد بس اقعد. اوعى تقول له ان انا هنا انت فاهم؟ طيب والخصم ال 18 شهر هرجعهم لك وتزود لي مرتبي. حاضر. بقول لك ايه؟ عايز حد يجي يشيل شنط مكان عشان تعبت. اتنيل. حاضر. كوبلن. ايه؟ ابو كبالن. ايوه. ما شفتش؟ لا 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 ما شفتش. طب ما خدتش؟ ما خدتش. طب مش تفهم شفت ايه ولا خدت ايه اللي بسالك عليه؟ ما انا عارف انت جاي تسال عن مين. عن مين؟ ما اعرفش. مين هذا المدير بتاعك؟ المدير بتاعنا في البسين بقى له يومين. في البسين بقى له يومين؟ زمانه باش. ولا انت شكلك بتشتغلني؟ انا لسه جاي من البسين وخدته رايح جاي ما لمحتوش. اسمع بقى وبلغه الرساله ديت. لو ما لقيتوش بكره انا هحجز غيابي على الفندق ده غير ان انا هصحي له القضيه الثانيه. قضيه؟ قضيه ايه؟ قضيه ايه؟ قضيت ايه؟ خلاص هقول لك. ده انت عنكبوت يا اخي. قضيت البت الغجريه العمل اللي عملتهولي ده لوحده فيه 15 18 سنه اشغال شقه. سلام ابو كبالن ونزل رجلك. انت ناكل ديت. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم يا رب استغفر الله العظيم. ايه يا عم مالك في ايه؟ شكلك كان وحش قوي يا فارس وانت مستخبي. ايه ده انت شفتني؟ انت عرفت ازاي؟ كاميرات المراقبه. عشان خاطر غلاب هو حد يعرف؟ لا 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 طمن. الحمد لله كل الناس عرفت في الاوتيل. انت فرحان فيا بقى؟ لا 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 ده جاي احذرك يا فارس. الراجل بتاع الضرايب ده راجل غلاوي قوي ممكن يحجز عليك من بكره. يا عم وانا اعمل له ايه؟ اتجوز اتجوز تاخد الميراث سدد ضرايبك يا اخي. ودي بعملها ازاي في يوم وليله؟ بيني وبينك صعبه شويه بس في بلان تول. اللي هي ايه بقى؟ الموضوع ده محتاج انك تجمد قلبك كده يعني وها كويس انك انت فرداني ومالكش حد ومحدش هيسعى عليك يا مسكين. يا عم في ايه؟ هو انت عايزني انت عايزني انتحر؟ هات ودنك توت. لا 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 والله العظيم فارس بهزر والله بهزر. لا والله بهزر معاك بهزر معاك. هقول لك هقول لك تعال تعال تعال. اوعى. لا خلاص بوعدك. يلا يا نهار اسود. اتكل على الله اسمع الكلام ده اخر حد. تشكر يا فارس بيه. اتفضل 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 يا زهدي بيه. ربنا يبارك لك. والله العظيم السويت بتاعي نور. والله ده نورك يا فارس بيه. تشرب ايه؟ لا مش عايز الحمد لله. ما ينفعش لازم تشرب حاجه. مش عايز اشرب حاجه. شاربين المر من كعاننا يا فارس بيه. عايز ايه بقى؟ بص انا حلمت لك حلم خير اللهم اجعله خير. والخير ده لمين فينا ان شاء الله؟ لينا احنا الاثنين طبعا. خير. بص. لا ما بصش اسمع بس. بص بص دول 100,000 جنيه ما تعدش بقى عشان ما تقلش بركتهم. وال 100,000 جنيه دول بتوعي ان شاء الله. عربون محبه. عربون محبه. بس انت عليك ضرايب بملايين. ما هو انت بقى هتقلل لي الضرايب دي وتاجل لي الدفع لغايه ما اورث. بس فلوس دي قليله.
هديك قدهم تاني لما تخلص. طب ما تخليهم قدهم ثلاث مرات بعد ما اخلص الموضوع. والله ما خسره فيك. استبينا استبينا. والله وقعت يا فارس يا انديل. لا 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 انا استحاله اخد رشوه ساعه الباشا ده مبلغ الرشوه واقبض عليه. مش كنت هتاخده دلوقتي؟ اخرس على استحاله اقبل قرش حرام على اولادي. يا سلام وثلاث مرات يا باشا الفلوس دي مش بتاعتي. كل اللي حصل في الاوضه هنا متسجل صوت وصوره. يا نهار اسود صوت وصوره. ما تيجي ونشوف. ايه ساعه ما قلت لك شرب مامور الضرايب شايب الياسمين وانت رحت وما رجعتش ولا شايب النعناع حتى. شوف لي حل. انا عندي محل في الكربه بيعمل برجر حلو قوي وعايز دليفري. هبعت لك اتنين. انت بتهزر يا غلاب. ايه ده؟ ايه مين دي؟ معرفش. ايه يا عم وقعد تقول لي ابعت لك برجر وعرايس؟ ما هي واحده اهي. مش عارف دي ازاي دخلت الاوتيل من غير ما حد يديني خبر. اكيد لسه جايه حالا. انت بتسالني انا؟ يلا بقى كلمها وقول لها المأذون جاهز. يا عم مش لما نتاكد قوي اذا كانت متجوزه ولا لا. ايه ده شويه ما تقطعش بقى غلاب. لا ماشيه لوحدها اهي. الله دي عجبتك بقى؟ بصراحه هي حلوه. بس يعني قلقان يعني وخايف تكون متجوزه ومتخانقه مع جوزها وجايه طفشانه منه تبقى مصيبه. وانت هتكلكعها ليه؟ طب اهدى بس اهدى انا هجيب لك اخرها. اخرها معايا ادهم. ايوه انا اللي سكنتها في الفندق بس ايه بمعجزه والله. ازاي؟ بينما كنت واقف في الريسبشن. لا الريسبشن كده صباح الخير. صباح النور جدا. الاقي عندك اوضه فاضيه بليز. حضرتك حاجزه؟ لا. طب حضرتك معاكي حد؟ لا مش مهم تحجزي يا فندم. استاذ حضرتك بس ممكن البطاقه بس اشوفها؟ لا. باسبور معانا؟ باسبور برضو لا. كارنيه النادي وانا همشي الدنيا. لا والله عليك لا سكر. بس الحاجات دي كلها راحت فين يا ست بنات؟ نسيتهم في القاهره. طب اجيب لك حاجه تحلفي عليها ولا اعمل ايه؟ حضرتك يا صعبتيه عليا قوي. خلاص انا هشوف اوتيل تاني. باي. لا لا استني يا فندم قبل باي وكده لا ما ينفعش. حضرتك برضو كيوت و... طب سؤال يا فندم. حضرتك معاكي اسم الجواز؟ لا انا اصلا مش متجوزه. دي احلى لا فيهم. نعم. قصدي يا فندم انا قعدت معايا واستشرتني فقلت ازاي اسيب بني ادمه جميله زي حضرتك كده كيوت ساذجه رايحه اوتيل من غير اي تحقيق شخصيه وتلف بقى على الاوتيلات يقول لك معاكي تحقيق شخصيه تقول لي لا يقول لك مش هتطلعي بره. انت رديكي تعملي كده في اختك؟ لا انا عارف انت هتقولي لا بالظبط يا فندم. فانا بقى بالنيابه عني خدت قرار معايا ان انا اقعد حضرتك في الاوتيل على مسؤوليتي الشخصيه ويعني لو اترفدت ما تقلقيش انا هاخدني على جنب وراضيني. بس اهم حاجه يا فندم احنا مش متجوزين احنا سنجل. سنجل سنجل حلوه الدنيا. خلصتي؟ ايه ده؟ عدنا بنت اتزان ايه؟ عقل ايه؟ بس بس مش مهم يعني هايله 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 اما جميعه. برافو برافو ادهم. برافو ايه يا عم انت؟ ده سكنها من غير ما ياخد منها بيانات شخصيه. يا مستر غلاب يا مستر غلاب حضرتك المفروض تكون اكتر واحد فهمت انا عملت كده ليه؟ فهمت ايه؟ هو عمل كده عشان اتكلم جد. انت ادهم يا نهار ابيض ادهم بيتغير لك على عروسه؟ انا بحبك قوي يا ادهم. ميرسي جدا يا فندم. بس انا مش عامل زي حضرتك بقى واخد عموله والجو ده. لا احنا هنلقح على بعض يا ادهم. عيب عيب ده انت ابن ناس ومتربي هنلقح على بعض. حاضر يا فندم. مش قصدي مش قصدي غلاب. عرفت بقى اسمها ايه؟ عيب يا مستر فارس انت موقف اسيل سبع سنين في الريسبشن. ده انا فخر غردقه. اسمها سلمى ومش متجوزه. سلمى؟ سلمى مش متجوزه كمان؟ مش متجوزه وسلمى. سلمى يا سلمى تعالي يلا ده انت بجد تجنني. انت عايز اقول لك حاجه انا؟ تعالي يلا ما تخافيش اطمني. كلمة مزنوقة عندي. يلا تعالي يلا ده انت كتير. يا جماعة اسمع بقى. الله في كلمة مزنوقة في بقي. يلا 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 الله الله ادهم عايز اقول كلمة يا ادهم. سوري مستر غالب اتفضل. لا اله الا الله. سوري فندم اتفضل يا مستر غالب اتفضل. كنت عايز اقول لك يعني انك انت اخذتك من اول نظرة. ايه يعني خلاص قلتها. يلا يلا يلا. سوري يا جماعة والله بندمج انا اسف. صوتك حلو عامل ايه؟ خدتني من اول نظره. سلك لي السكه بقى. لا اسف ارفض ارفض انط على اي شغل زميل برنس معك. يعني ايه مش فاهم؟ يعني مش هينفع ما دام هو اللي سكنها لك هو اللي كمل المشروع. انا متفائل بيك قوي يا ادهم.
يا فندم يعني ميرسي جدا على الاطراء الجميل، بس انا ليه وجهه نظر. النوع بتاع سلمى ده بيحب الراجل اللي واثق في نفسه، يخش هو يعمل كل حاجته، يعني عارف حضرتك كده ايه، من غير واسطه. في حاجه يا جماعه اكمل ولا ايه؟ اكمل عادي. يعني من غير واسطه، من غير عارف كده ما يبقى في حد في النص ما بينهم، لان الاحساس بيبقى تقول على البدله يا جماعه انا بكمل كلامي. فهو بيبقى ال سلمى يلا 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 ايه ده؟ وريني كده مش شايف. انا كده مش هشوف. ما انا النضاره معظمه دي ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ اجري هات لي سكينه حاميه بسرعه. ايه ده؟ هو حضرتك عرفت؟ عرفت ايه؟ والله انا اول مره اكل من اكل الجست، بس انا كنت جعان. بتاكل من اكل الجست؟ مش قصدك على كده، امال قصدك على 500 جنيه اللي خدتهم من الخزنه؟ وكمان سرقت 500 جنيه من الخزنه؟ ما هي كانت مفتوحه فانا كنت بقى. روح هات لي سكينه حاميه بسرعه، سكينه كبيره. حسك حلو. معايا مطوه. مطوه؟ ايوه. ماشي بمطوه في الاوتيل ليه؟ استنى بس. تشو. ده سلاح اخضر. هي دي المطوه بتاعتك؟ ايوه. ماشي. وماشي بيها ليه بقى؟ بيني وبينك. الاوتيل مسكون. مسكون؟ ايوه. صوتك ما تعليش صوتك كده. وعرفت منين؟ انا هقول لك. وانا ماشي بلاقي الشجر بيتهز. والبيبان بتفتح وتقفل لوحدها، لما باجي قدامه يفتح، امشي يقفل. حاضر، ربنا يشفيك يا رحمة. بص، مخصوم منك شهر عشان الجست وعشان 500 جنيه. خلاص ولا ولا امشي امشي. مساء الخير يا فندم. تهيألي السكينة دي هتساعدك أكتر. شكرا. إيه ده؟ أنت بتقطعي الأكل حتت صغيرة؟ أنت مالك أنت؟ يعني أصلا لو ما مشيتش من قدامي دلوقتي أنا هخلي المدير بتاعك يجي ويرفدك. لا أنا ماليش مدير، أنا مدير نفسي. نعم يا أخويا. فارس قنديل صاحب الأوتيل. وصاحب الأوتيل جايب لي السكينة بنفسه يعني؟ يعني أنا ما بعملش كده مع أي حد عشان خاطرك أنت بس. ميرسي. بس برضه لسه ما عرفتش انت ليه بتقطعي الاكل حتت صغيره؟ انا بحب اقطع كل حاجه في حياتي صغيره كده. مش معقول. انا كمان كده. ده غريبه قوي. لا مش لا حول ولا قوه الا بالله، وانا تحت امرهم عشان يقولوا لي لازم تجهز في خمس دقائق. بعدين في الكهرباء اللي مكهربي نهاري دي على الصبح. ادخل. ايه يا مولانا انت لسه ما خلصتش؟ خلصت اهو يا سيدي. طب يلا يا مولانا. العريس والعروسه قربوا يخلصوا غدا. هو انا هجوزهم ولا هجيب لهم الحلو؟ والله انت اللي حلو يا مولانا، انجز بقى. انجز اهو. مبروك يا عم. عقدتك اتحلت خلاص. عقبال ما تتحل عقدت انا كمان. ايه وتتجوز؟ وتديني تيبس. اهو النق ده اللي بيبوظ الجوازه كل مره. لا ما تقلقش يا مولانا، الموضوع المره دي ماشي زي السكينه في الحلاوه. متاكد؟ اي يو ار شور. عيب عليك يا مولانا، ده انا سعيد. عمري قلت لك حاجه وحصلت؟ ابدا. شفت بقى؟ يعني اكلم ام العيال اقول لها تجهز العشاء لليلادي. ايوه خليها تستناك على العشاء، بس ما تحددش انهي ليله. الله ينور عليك، حددت المشكله. يلا يا مولانا بقى عايزين نفرح شويه. يلا. هو يوم بس يوم بس يوم بس يوم هو ايه؟ هو يوم بس يوم بس خلاص. يلا اتفضل قدام. يلا يا مولانا. انت ليه جاي الغردقه لوحدك؟ بابي مات من اسبوعين. البقاء لله. ما قدرتش اقعد في البيت لوحدي فجيت. طب ومامتك؟ الله يرحمها بقى، يعني ماتت وانا صغيره. بس بابي كان كل حياتي. I'm sorry. واضح كمان ان مالكيش اخوات، والا كان زمانه يبقى معاكي اخ او اخت، مش كده؟ ماليش، لا. عندي عم واحد فرح قوي بالميراث اللي بابي سابهولي. انا بكره الناس اللي بتحب الفلوس. بكره الناس الماديه، بكرههم. انت بتكح كتير ليه؟ انت عيان ولا ايه؟ لا 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 انا كويس، انا كويس، انا مش عيان ولا حاجه. بس ليه ما فكرتيش يعني ترتبطي او تتجوزي بعد ما بابا مات؟ هو مين اللي هيعوضني عنه؟ ها؟ مين؟ مين هيعوضني عنه؟ ما هقول لك، بس على فكره انت ممكن تقولي الجمله يعني بشكل تاني برضه، ممكن تقلب الطريقه. يعني هو مين اللي هيعوضني عنه؟ اه كده انا ايوه. على فكره بقى، ممكن ربنا يكون جايبك الغردقه مخصوص عشان تقابليني. عارفه ليه؟
عشان ممكن نتجوز. تتجوزني؟ وبسرعة. ايوه بس انا انت ما بتعرفش عني حاجة. لا بص انا عرفت كل اللي يهمني، بتقطع اللحمة حتت صغيرة وبتزعق كده وبتقلبي الحاجات يعني خلاص مش محتاج حاجة. ايوه بس انا ما اعرفش اي حاجة عنك. ساعتين زمن هتعرفي عني كل حاجة، بعد ما تعرفي كل حاجة نتجوز على طول. انا عمري ما شفت جوازة بالسرعة دي بصراحة. على فكرة عادي، احنا كده ممكن ندخل موسوعة جينيس اسرع جوازة في العالم. موت بابا صعب. ساعتين زمن هتعرفي عني كل حاجة، بعد ما تعرفي كل حاجة نتجوز على طول. الو ايوه فارس، انا فكرت في اللي انت قلت عليه ووافقت. لا بس في حاجات لازم نتفق عليها الاول. ما هو مش هينفع في التليفون. بص انا هقولك على المكان اللي احنا هنتقابل فيه. طيب بس البس بدلة الفرح بس وبسرعه. باي. لا في احلى. فريده بحبك ما بتحبنيش، وانا من غيرك